الترتيبات الأمنية وتعقيداتها إلى جانب تجاوز الخلافات على طاولة جلسات التفاوض ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. فبعد انقضاء الأشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لتحقيق السلام، ظل طرفي التفاوض في جوبا والوساطة يسابقون الزمن في إنهاء جولات التفاوض على سلام يرضي الجميع. تناول الاجتماع هدفه الرئيسي كان قضيتين، والقضايا العالقة في التفاوض في جوبا، وأمن على جملة هذه القضايا الخاصة بدارفور، سواء كانت المادة 20 أو الفترة الانتقالية أو وضع العاصمة القومية ومشاركة في الولايات الأخرى والقضايا القومية. على الرغم من تحقيق الجولات السابقة للتفاوض تقدما في ملفات المشاركة في السلطة والتعويضات لإقليم دارفور إلى جانب المحاسبة للمتورطين في جرائم الحرب في الإقليم، إلا أن هذه الجولة تحدد إكمال التفاوض من عدمه. في تقديري إن لم انفشلت هذه الجولة ولم يتحقق السلام في 9 مايو، على الحكومة أن تعيد ترتيب مسألة المفاوضات مرة أخرى، ترتيبها من حيث الطريقة التي تدار بها، ترتيبها من حيث الأشخاص الذين يتولون مسألة المفاوضات الآن من الجانب الحكومي، ترتيبها من جديد من كل الاتجاهات. وترى الوساطة أن أطراف التفاوض استطاعوا إنجاز الكثير من ورقة الترتيبات الأمنية، ولم يتبقى إلا القليل في الملف الصعب. وتبحث الحكومة عن حل لكسر جمود التفاوض مع الحركة الشعبية جناح الحلو، والذي لم يحدث تقدما سوى في وقف إطلاق النار. جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على صفيح ساخن، وإن كانت من على البعد، إلا أن التوقيت والأحداث يدفعان الأطراف لحسم جميع الملفات. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.